بعد 9 أشهر من المناوشات وبعد انتهاء حرب حزيران 67، كان هدف العدو القضاء على قوات الجيش العربي الأردني واحتلال المرتفعات الشرقية لوادي الأردن للتوسع شرقا. زاد العدو نشاطه التعرضي ضد الجيش العربي لإثبات قدراته العسكرية. الاستخبارات العسكرية كانت تتابع تحركات العدو لحظة بلحظة. والهامات التي لا تنحني لغير الله سبحانه. حددت الاستخبارات العسكرية ساعة الصفر للمعركة. شن العدو الإسرائيلي هجومه على منطقة واسعة امتدت من منطقة الشمالية وحتى الواجهة الجنوبية غور الصافي. ألو جميع القوات، لو معي أرقام 5173. تمركزت المعركة الرئيسية على مثلث الرامة الشونة عمان. كان القتال على أكثر من محور وجبهة وعلى مقترب جسر الملك حسين وجسر الأمير محمد دامير وبلدة الكرامة والعارضة الصلب وغور الصافي الكرك. حاول العدو جاهداً الدخول إلى بلدة الشونة واستطاع السيطرة عليها بعد قتال عنيف. أصبح القتال في بلدة الشونة حرجاً ودخل العدو بلدة الكرامة. هلو شريط 5-4، تحول إلى موقع سلة حصار. استمر العدو بالتقدم. هلو شريط الدبابات انطلق والرماية بشكل عمود يرمي. جميع المحطات إلى الرئيسية جيد، سلامتي انتهى. عند الساعة 1:30 حجم. اشتد القتال. رجحت الكفة لصالح الجيش الأردني. لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي طلب العدو وقف إطلاق النار، لكن جلالة الملك الحسين رفض ذلك رغم ضغط الولايات المتحدة الأمريكية. أدى ذلك لانسحاب غير منظم للعدو في منطقة الكرامة. عند الساعة 1:30 في فجر ذلك اليوم مشى الصلف والغرور في ألوية من الحديد ومواكبة من النار، وكانت الأسود تربض في الجنبات على أكتاف السفوح وفوق القمم، في يدها القليل من السلاح والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من الإيمان بالله والوطن. وتفجر زئير الأسود في وجه المد الأسود. الله أكبر.